السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم أصدقائي متابعين قناة فيوتشر كوين وقناة بتسي وولد عالم بيتكوين. فيديو جديد على قناتنا، القناة المهتمة بآخر أخبار العملات الرقمية. طبعا أصدقائي، بهذا الفيديو راح أتكلم عن منصة أوكي إكس واحتمالية استثمار إيلون ماسك بهاي المنصة. أما مش فيديو، بتمنى تضغط على زر اللايك، تشترك بالقناة، تفعل زر الجرس حتى يوصلك كل جديد في عالم العملات الرقمية. لا تنسى تنضم معنا على التليجرام، راح أترك لك الرابط أسفل الفيديو، وطبعا الرابط موجود كمان في بانر القناة، ورقمي للتواصل على الواتساب كمان موجود في وصف القناة. خليكم معنا أصدقائي لبعد الانترو. طبعا أصدقائي، صباح اليوم قام إيلون ماسك بمتابعة صفحة أوكي إكس على منصة تويتر. طبعا كثير من التقارير طلعت عن احتمالية استثمار إيلون ماسك بمنصة أوكي إكس. بالسابق أعلن إيلون ماسك في شهر مايو أنه ممكن يستثمر بمنصة FTX وعمل فولو لمنصة FTX قبل الانهيار، لكن بعد ما طلب سام بانكمان فرايد أكثر من 3 مليار دولار ثمن الاستثمارات في منصة FTX رفض إيلون ماسك. وطبعا وصف إيلون ماسك سام بانكمان فريد انه هو عبارة عن رجل الهراء، لهيك رفض إيلون ماسك الاستثمار بمنصة FTX. حاليا عم نشوف فولو لمنصة OKX، ممكن يصير في عمل مشترك ما بين منصة OKX وإيلون ماسك. بسبب الفولو او الضغط إيلون ماسك على زر الفولو لمنصة OKX، ارتفعت عملة منصة OKX بنسبة تقريبا 5% ما بين 5 إلى 6%، انخفضت إلى حد الآن وصار نسبة الارتفاع هي 2%، لكن نسبة الارتفاع إلى حد الآن جيدة بما أنه البيتكوين في مرحلة هبوط. طبعا تكلمنا بالفيديوهات السابقة وتكلمت عن نموذج الرأس والكتفين، وقلت أنه ممكن البيتكوين يصل إلى منطقة 16800. طبعا اخترقنا هاي المنطقة وارتفعنا إلى منطقة 18400 واللي هي الهدف الشهري للبيتكوين، وبعدها تم التقليص وإعادة توجه أو شمعة إعادة عكس اتجاه، ورجعنا إلى منطقة 16825. طبعا شو النقاط اللي لازم اهتم لها قبل ما أدخل في سوق العملات المشفرة بالوقت الحالي؟ لازم يكون عندي إقفال البيتكوين أعلى منطقة 16800 ما بين 16800 إلى 17000 دولار. أي اختراق وإغلاق شمعة 4 ساعات أسفل هاي المنطقة بصير عندي وضع خطر، وممكن نرجع نعمل كسر لقاع البيتكوين. هاي نقاط مهمة لازم تركز عليها أنت كمتداول إذا كنت مضارب يومي أو مستثمر على المدى البعيد. أي إغلاق تحت 16800 أو 17000 دولار راح نتوجه تلقائيا إلى كسر قاع 15500. لكن في حال عدنا إلى داخل الممر السعري وأغلقنا شمعة الـ4 ساعات الموجودين فيها نحن حاليا أعلى هذا الممر أو داخل هذا الممر، راح نرجع نختبر مرة تانية منطقة 17400، وإذا نجحنا بالاختراق ممكن نرجع نتوجه منطقة 18500. طبعا بعد صدور قرار الفيدرالي ارتفع البيتكوين بنسبة تقريبا توصل إلى 8%، كان متوقع البيتكوين يرتفع بشكل أكبر لكن الارتفاع كان ضئيل جدا جدا. أصدقائي، نكون وصلنا لهذا الفيديو، بمعنى الفيديو قد نال إعجابك. لا تنسى تشترك بالقناة، تفعل زر الجرس، تضغط على اللايك حتى يوصلك كل جديد في عالم العملات الرقمية. مع السلامة ودمتم بخير.